واضح جدا احنا موجودين فين. احنا موجودين في العالمين الجديده. ما قلتش ليه يا يوسف؟ اقول لك والله كانت متوقعه. يعني كل الكلام اللي انا بتكلمه عن العالمين الجديده ومش عاوزني ابقى موجود هنا النهارده. النهارده احنا موجودين في اطار الحدث الهام جدا الا وهو لقاء الاشقاء، اللقاء الاخوي، واللي بيجمع زعماء الدول العربيه، دوله الامارات، دوله العراق، دوله البحرين، والمملكه الاردنيه الهاشميه، في ضيافه جمهوريه مصر العربيه، في ضيافه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمناقشه اكيد في الكثير من الامور اللي بتهم الامه العربيه في مختلف القضايا السياسيه والاقتصاديه، التداعيات او التطورات الاقليميه والدوليه الى اخره. بس كمان ما تنساش ان انا قلت لك حاجه وخليك فاكرها وحاططها حلقه في ودنك. الحق تعالى العالمين، تعالى زائر ان حبيت، تعالى اتمشى وقضي فيها يوم ان حبيت، تعالى اشتري اذا حبيت. العيال بتاعت الاخوان قال لك ما تصدقهوش، العالمين دي بتاعت الاغنياء. ليه؟ لان انا قلت لك ايه، مين اللي قال ان العالمين الجديده مدينه للاغنياء فقط؟ واللي يقول لك كده ما بيفهمش اي حاجه ولا زلت مصر. النهارده من صباحيه ربنا، يعني عمليا انا ما نمتش من حلقه امبارح انا وكل زمايلي يعني، وخدنا بعضنا شدينا الرحال، يلا بينا نطلع على العالمين علشان نعمل ايه؟ علشان نصور. لفينا في العالمين تقريبا شبر شبر في كل المناطق اللي اتبنت واللي بتتجهز واللي بتتسلم واللي في بعضها بالفعل اتسلم لناس. هتلاقينا حتى في اللقاءات اللي احنا سجلناها اوضح لك انه في ناس استلمت وقاعدة وعايشة، في ناس بقت عايشة هنا صيف شتاء بالمناسبة، في ناس بالتأكيد طبعا بدأت تيجي علشان خاطر الصيف، وكان واضح جدا يعني في المكان. المكان هنا لكل الناس. بمعنى هتشوف معانا النهاردة تقرير شديد الوضوح والجلاء عن عمارات وشقق الإسكان الاجتماعي لأهالينا اللي على قد حالهم، وهتشوف أيضا عمارات وشقق وبيوت للطبقة أو طبقة من الطبقات المتوسطة زي ما أنا دايما أحب أوصف، وهتشوف عمارات وبيوت وشقق لما هو فوق المتوسط، وهتشوف بيوت تانية فاخر، وهتشوف فاخر الفاخر بقى اللي هو الأبراج الشهيرة، الشكل الأيقوني اللي أصبح بيميز مدينة العالمين الجديدة.